السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا بك يا بني في هذا اللقاء المتجدد. سيدي، بعد الذي تفضلتم به من كلام شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى عن فضائل لا إله إلا الله، خطر في بالي هذا السؤال. ما هو يا بني؟ هل تحفظ التهليلة قائلها من النار إن كان تاركا للفرائض منكرا لها أو هازئا بها؟ لقد فصل شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة عند حديثه عن فضل الشهادتين، فقال رحمه الله تعالى: روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي بعدا عن الإثم في الكتمان. قال الحافظ المنذري: وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات التي وردت في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم الله عليه النار ونحو ذلك، إنما كانت في ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد. فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك، والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة. قال عبد الله: يحتمل أنه أراد هنا بالنسخ النسخ التقليدي، وذلك جريا على عادة السلف أنهم يطلقون النسخ على أي تغير للأصل بالوصف أو بنحو التخصيص للعام أو التقييد المطلق أو غير ذلك. فالمراد هنا تغيير الحكم من الإطلاق للتقييد، أي فلما فرضت الفرائض وجبت عليهم إلى جانب قول لا إله إلا الله، وبذلك تحرم عليهم النار. فمن ترك الفرائض منكرا لها أو هازئا بها لا تحفظه التهليلة من النار. ثم قال الحافظ المنذري: وإلى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. وقال الطائفة الأخرى: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك، فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتتماته. فإذا أقر ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحدا أو تهاونا على سبيل الخلاص منه حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول الجنة. قال المنذري: وهذا القول أيضا قريب. قال: وقال الطائفة الأخرى: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخول الجنة والنجاة من النار بشرط أن يأتي بالفرائض ويجتنب الكبائر، فإن لم يأتي بالفرائض ولم يجتنب الكبائر لم يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول النار، وهذا قريب مما قبله أو هو انتهى. روى الإمام أحمد عن رفاعة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمة 70,000 لا حساب عليهم ولا عقاب، وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذراريكم مساكن الجنة، كما في مجمع الزوائد. وروى الطبراني في الأوسط عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أطاع بها قلبه وذل بها لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حرمه الله عز وجل على النار. وعن عمرو بن عبسة قال: أقبل شيخ يدعم على عصا حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن لي غدرات وفجرات، فليغفر الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فقد غفر الله غدراتك وفجراتك. رواه أحمد والطبراني، ورجاله موثوق كما في مجمع الزوائد. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.